بابرا أننا نبارك لكم وللأخنايب وأعضاء مجلس الرئاسة باسم كل أهالي الجزيرة الذين هم اليوم ممنونين ومسرورين جدا جدا بمناسبة افتتاح مشروع الاتصالات الهاتفي الحديث عبر الأنظمة الصناعية إلى كل أنحاء الجمهورية وإلى العالم الخارجي، ويعبرون عن الشكر الجزيل لعنايتكم ولمتابعتكم ولكل ما بذلتموه في تحقيق هذا المشروع. تهانينا ومباركتنا لأبناء جزيرة سقطرى بمناسبة تدشين افتتاح الاتصالات اللاسلكية عبر الأقمار الصناعية، ويعتبر منجز هام للتواصل بين العواصم عواصم الجمهورية والمديريات، وأيضا الاتصال بالعالم الخارجي. نحن سعداء بافتتاح هذا المشروع الهام.